السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي كلام وعايز الكمبيوتر يقراه، فهزود حاجة اسمها سبيك. هو أصلا موجود في قلب البرنامج. هاجي هنا أقول له أنا عايز أزود كومنت، وبعد كده هاجي هنا أقول له قول كومنت، وبعد كده هدور على سبيك. أهيت، وأقول له أد، هتضيف لي الشريط اللي هنا، أو ممكن تضيفه في أي أمر أو في أي قائمة. اقول له اوكي، هيظهر الامر سبيك. مش بيتفعل، هيتفعل امتى؟ لما ابدا اعمل سيلكت على الحاجه اللي انا عايز اقراها واقول له conference agenda date 7 p.m. to 9:00 p.m. registration and reception date 7:30 a.m. to 8:00 a.m. continent. فزي ما انت شايف طريقه قويه جدا ان انت تقرا الكلام بدل ما تاخد الكلام ده كوبي على اي برنامج اخر. الخاصيه كده كده موجوده في الوورد.